أهم المعلومات عن فورد F-150 Lightning، وهي النسخة الكهربائية من الفورد 150، وتجي هذه النسخة بتصميم مختلف من الأمام أو من الخلف. وهذه السيارة تجي بفئتين من ناحية البطاريات، الفئة الأولى تمشي 370 كيلو قوة 432 حصان، أما النسخة الأقوى فهي تمشي 480 كيلو قوة 571 حصان. أما بالنسبة للعزم فهو فوق 1000، والسيارة تجي ستاندر دفع رباعي، والسيارة تجي بقدرات مرة رهيبة. مثلا تقدر تشحن لك البيت لو انقطعت عنه الكهرباء لمدة 3 أيام. أما بالنسبة للصندوق فيتجي فيه أفياش كهرباء، بمعنى أنك تقدر تشبكها وتشغل أي شيء تبيه، حتى لو كنت بتشغل عليها فود ترك. أما أكثر شيء يميز هذا الموديل فيه الشنطة الأمامية، بدال المحرك أعطوك مساحة في الأمام تتسع ل 400 لتر، سموها ميجا باور فرانك، تتحمل وزن أكثر من 180 كيلو جرام، وبرضو يوجد فيها مداخل أفياش كهرب. أما بالنسبة للداخلية فهي تجي بشاشة عملاقة 15.5 إنش، وطبعاً يتوفر فيها الأبل كارد بلاي والأندرويد أوتو، والمميز أنها تحتوي على نظام أليكسا، وبرضو تقدر تستخدم جوالك كمفتاح للسيارة. علموني في الكومنت هل تتوقعون أنه راح يكون أقوى من الرابتر، وهل راح ينجح لو توفر عندنا؟